بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوم الجمعة 13 من نوفمبر تشرين الثاني، الوقفة التضامنية مع آية الله الشيخ نمر باقر النمر المحكوم بالإعدام في شبه الجزيرة العربية. في الأسبوع الماضي محكمة الاستئناف صدقت الحكم بالإعدام عليه وباقي توقيع الملك. نحن نتضامن ونطالب بالإفراج عن آية الله نمر باقر النمر وإلغاء أحكام الإعدام بحقه وبحق 6 من الشباب المحكومين أيضا بالإعدام كذلك.